اليوم نحن بصدد إصدار أول مول افتراضي في الشرق الأوسط في دبي، ومن خلال دبي إلى المنطقة كلها إن شاء الله خلال السنة القادمة. راح يكون إضافة متميزة للقطاع التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعزز مكانة دبي كمدينة ذكية تستقطب دائما أحدث التكنولوجيات العالمية في المجالات المختلفة ومنها مجال التسويق. المول عبارة عن مول افتراضي، بما معناه أنه الشركات والبراندز خلينا نسميهم العلامات التجارية بيقدروا يعملوا اتصال مباشر مع المشتركين أصحاب الهواتف الذكية، فبيعطي عروض وخصومات من هاي الشركات للمستهلكين. هلا التكلفة اللي تحملتها شركة إجنيفا تكنولوجيز بإطلاق سامي بالإمارات العربية المتحدة كانت حوالي $2 مليون. الميزانية المتوقعة للصرف على الابليكيشن بشكل عام رح توصل لحد $17 مليون. هذا عم نحكي نحن على التوسعة ما بين عام 2014 لعام 2015.